أقر مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الغارات على مخيم المغازي وسط القطاع ليلة الأحد استخدم فيها سلاح وصفه بغير المناسب. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن المسؤول قوله إن سلاح الطيران الإسرائيلي فتح تحقيقا في الحادث الذي أدى إلى مقتل 70 فلسطينيا. وقال المسؤول إن الهجوم الذي قتل فيه العشرات من المدنيين أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة وألحق أضرارا بالمدنيين.